هجوم صاروخي جديد طال أربيل مرة أخرى ليلة يوم أمس، وكانت اللقطات قادمة بهذا الشكل وبشكل مفاجئ ومن دون أي سابق إنذار. الصواريخ ظهرت بهذا الشكل وهي تنطلق مباشرة على أربيل كما تلاحظون بهذا الشكل، وكانت هنالك من المثير بهذا الأمر كانت هنالك إصابة في هذه الهجمة، وهذا ما يجعلها مختلفة عن الهجمات السابقة. وواضح جدا أن هنالك إصابة وإمباكت لأحدى النقاط التي كانت تستهدفها. بالنسبة لتفاصيل هذا الهجوم، من أين انطلقت هذه الصواريخ وما الذي كانت تستهدفه؟ التفاصيل ببساطة كما تلاحظون هنا من خلال هذه الخارطة، فإن المناطق باللون الأحمر هي مناطق سيطرة الحكومة العراقية، والمناطق باللون الأصفر هي إقليمي كردستان. بالنسبة لهذه الصواريخ، هي كانت عبارة عن 6 صواريخ انطلقت من منطقة قريبة من برطلة، هنا من برطلة تحديدا، من الأنباء الأولية التي جاءت من انطلاق هذه الصواريخ، وبأنها انطلقت مباشرة بهذا الشكل نحو قضاء خابات الموجود هنا، وتحديدا مستهدفة هذه الصواريخ منشأة لتكرير النفط موجودة في قضاء خابات. وكانت هذه الإصابة التي تحدثنا عنها إصابة واحدة، ولكن كانت فرق الإنقاذ وفرق الإطفاء موجودة لمعالجة هذا الموقف، لم يكن هنالك أي قتلى أو أي جرحى من هذا الهجوم. وكذلك من المثير بأن القوات الأمنية فعلا تمكنت أيضا من إيجاد منصة لإطلاق الصواريخ، أو عدد من المنصات فيها عدد من الصواريخ، نتحدث عن 4 صواريخ، وصواريخ طبعا من صواريخ الكاتيوشا موجودة هنا في هذه المنطقة في ناحية بعشيقة تحديدا، في منطقة قريبة من بعشيقة بهذا الاتجاه. وهذه النقطة التي نتحدث عنها هي قريبة، هي كانت عشوائية، الكلام من خلية الإعلام الأمني بأنها ليست موجهة إلى اتجاه معين، ولكن هي قريبة من قاعدة زيريكان التي تتواجد فيها القوات التركية، وبالتالي قد يكون هذا الهدف. ولكن الهجمة الأخطر التي نود التركيز عليها هنا هي في هذه النقطة القادمة من برطلة، ويجب أن نركز قليلا على طبيعة منطقة الانطلاق، لأن الانطلاق لم يأتي من برطلة بشكل أكيد أو بشكل دقيق، بل هي الشكوك تذهب إلى قرية كرملس التي هي تعتبر أقرب من برطلة لاستهداف هذا الهدف الذي نتحدث عنه. وكانت هنالك مقاطعا مصورة لهذه الصواريخ وهي تنطلق من عدد من الزوايا، واحدة من الزوايا التي نريد أن نركز عليها هي هذه الزاوية. كما نلاحظ هنالك صاروخا واحدا انطلق، وواضح بأننا أمام صليب مضيء بهذا الاتجاه، مما يوضح بأن هنالك كنيسة في هذه المنطقة. ولكن دعونا نأخذ هذه اللقطة الآن وأن نجعلها بهذا الشكل ثابتة، ونستفيد من مسألة انطلاق الصاروخ بهذا الاتجاه فقط لكي نأخذ إضاءة هذا الصاروخ قليلا طبعا بهذا الشكل الذي ترونه. وبالتالي بالنسبة إلى هذا الصاروخ، هو يضيء لنا المنطقة ويوضح بأننا أمام جبل أو تل في الأحرى مرتفع بهذا الشكل، هنالك إضاءة في هذه المنطقة مما يوضح بأننا أمام طريق بهذا الاتجاه، وكذلك أن هنالك مبنى واضح. الظلام قد يجعل الأمور صعبة علينا، ولكننا سنحاول بالتأكيد لمعرفة هذه المنطقة. وأيضا الصليب يبدو بأنه ليس على هذا المبنى، بل أنه أبعد من هذا المبنى بكل تأكيد، وبالتالي هذا يوضح أن نقطة التصوير هي تأتي من مسافة من هذا الشارع، وبأن هنالك مسافة بين الشارع وبين التل الذي ينطلق منه الصاروخ. ليس واضحا ما إذا هذا الصاروخ ينطلق من التل أو خلف هذا التل على سبيل المثال. وعلى هذا الأساس، بالأخذ بهذه النقاط، كانت هنالك لقطات بعد تحرير هذه القرية، قرية كرملس، من تنظيم داعش الإرهابي، نشرت تقريبا قبل 4 سنوات لهذه المنطقة التي ترونها في إحدى القنوات الفضائية، وهي توضح كنيسة بهذا الاتجاه التي طبعا ترونها. وهذه الكنيسة هي كنيسة القديسة بربارة، وهذه الكنيسة طبعا يأتي خلفها تل كما هو واضح، وأن هنالك صليبين، صليب عادي بهذا الشكل هو لا يستخدم في مسألة الإضاءة، ولكن هنالك صليب بهذا الاتجاه يجب أن نقترب منه قليلا لكي نلاحظ هذا الصليب، وبالاقتراب منه سنلاحظ بأنه فعلا بأن هذا الصليب هو مصمم لعملية أن يكون مضيئا في الليل، الحديث على مقطع فيديو منشور قبل 4 سنوات، وبالتالي ليس بالضرورة أن يكون موجودا هنا، ولكن الفكرة موجودة من هذه القضية، وهو موجود على تل، وهذه طبعا منطقة وجود الكنيسة بهذا الاتجاه. الآن هل كانت الصواريخ تنطلق من هذا التل أو خلف هذا التل؟ هذا أيضا كان واضحا من مقاطع تحصلنا عليها هنا حصريا في قناة التغيير الفضائية من مصدر أمني خاص. وهذه اللقطات التي تلاحظ
تلاحظونها للحظات الأولى لانطلاق الصواريخ، الواضح من النقطة التي سيؤشر عليها هذا الرجل ستلاحظ بأنه يؤشر على المنطقة بأن هنالك إطفاء أو إغلاق للإضاءة في هذه المنطقة لجعلها سرية، وطبعا جعل التحرك بسيط، وهنالك كان صاروخا وهذا صاروخ ثاني ينطلق وهذا صاروخ ثالث ينطلق. ودعونا نثبت هنا في هذه النقطة لكي نلاحظ هنالك انطلاق للصواريخ في هذه المنطقة طبعا، وهذه هي المنصة التي نتحدث عنها بكل تأكيد. المنطقة واضح بأنها مفتوحة، ليس هنالك كثير من المنازل، وكذلك أن هنالك مدينة ومضيئة بهذا الاتجاه الذي نلاحظه من هذه الكاميرات الخاصة. وبالتالي يجب أيضا أن نأخذ بعين الاعتبار أن هنالك منطقة غير مضيئة بهذا الاتجاه. نود أن نأخذ عددا من الصور لهذه المنطقة، نقترب منها لكي نلاحظ ما الذي يجري هناك. وبالتالي بأخذ هذه اللقطة المقربة إلى هذه المنطقة واضح بأن هنالك إخفاء للإضاءة، وهذا يوضح بأننا أمام تل بهذا الاتجاه وهذه المنطقة والمساحة الفاضية، وكذلك هنا كما نلاحظ بالمدينة أو القرية التي تحدثنا عنها. وبالتالي هو يوضح بأن المنصة كانت تطلق الصواريخ من خلف هذه التلة في هذه المساحة المفتوحة التي نتحدث عنها. دعونا نعود إلى هذا المقطع الحصري الذي تحصلنا عليه والذي يظهر هنا لأول مرة على شاشات قناة التغيير الفضائية. هنالك صاروخ ثالث وصاروخ رابع وصاروخ خامس من الشخص المتحدث الذي كان ينظر إلى هذا المقطع، وهذا هو الصاروخ السادس الذي ترونه. كانت هذه طبعا العجلة التي استخدمت وهي تشتعل بسبب انطلاق والحرارة التي تخرج والتي تظهر من هذه الصواريخ. وهنا كما نلاحظ بهذا الاتجاه بدأت العجلات تذهب وتصل إلى هذه المركبة التي اعتبرت هي واستخدمت كمنصة لهذه الصواريخ. وملاحظ بأن هذه القوات الأمنية هي التي بدأت تصل إلى هذه النقطة وبدأت تتعرف عليها وبدأت تأخذ عددا من الصور واللقطات إليها كما تلاحظون بهذا الشكل. وطبعا بالنسبة لهذه العجلة جاءت صورها بهذا الشكل وهي تحترق، واحتراقها كما تحدثنا هو بسبب الحرارة والاندفاع والانطلاق لهذه الصواريخ التي تحدثنا عنها، وبالتالي هي اشتعلت بالكامل بهذا الشكل. الآن دعونا نتوجه إلى القمر الصناعي لكي نأخذ كل هذه العلامات التي تحدثنا عنها بكل تأكيد بالقمر الصناعي، ودعونا نذهب مباشرة إلى كرملس، إلى هذه القرية التي نركز عليها، ونتوجه إلى الكنيسة تحديدا التي قمنا بتعيين عدد من العلامات عليها. وبالتالي هنا عندما نقترب من هذه كرملس، هذه هي المنطقة، هذا هو التيل كما تلاحظون. لنتوجه إلى اليمين قليلا، هذه هي الكنيسة، كنيسة القديسة بربارة بهذا الاتجاه. لنبتعد قليلا بهذا الاتجاه لنأخذ عددا من العلامات التي من الممكن أن تعطينا فكرة عن هذا الموقع. طبعا هذه الكنيسة، هذا هو التل الذي تحدثنا عنه، وهنا واضح بأننا أمام إضاءة، عدد من أعمدة الكهرباء التي تضيء هذا الطريق الذي تحدثنا عنه، والواضح بأن واحدة من أعمدة الإضاءة كانت واضحة بهذا الشكل، واضح من الظل لهذا العمود الذي نتحدث عنه. وبالتالي هذا يوضح مع المبنى، قد يكون هذا هو المبنى الذي كان واضحا والذي يغلق الرؤية نوعا ما، والذي كان يظهر الصليب خلفه، يوضح بأن المصور قد يكون هو يصور بهذا الاتجاه وكان يصور بهذا الشكل الصواريخ طبعا أو الصاروخ الذي كان ينطلق طبعا بهذا الاتجاه من هذا العمود الذي نتحدث عنه. وبالتالي كانت المنصة بهذا الشكل هي تطلق الصواريخ بهذه المنطقة بهذا الاتجاه، وبالتالي واضح جدا لدينا علامات هنا متطابقة. الآن دعونا نبتعد قليلا ونذهب إلى لقطة الصواريخ التي كانت تنطلق، واللقطات الحصرية التي تحصلنا عليها هي بالضبط تأتي بهذا الشكل وبهذا الاتجاه كما تلاحظون. وبالتالي دعونا نعود قليلا لكي ندقق في هذه الصورة قليلا، وسنلاحظ بأننا فعلا كان المقطع الذي جاءنا حصريا يوضح بأن المنصة كانت بهذا الاتجاه. هذا هو التل، هذه هي الكنيسة، هذه هي القرية، قرية كرملس التي تحدثنا عنها. وبالتالي الصواريخ كانت تتجه إلى الهدف بهذا الشكل. وبالتالي دعونا نبتعد قليلا الآن إلى هذه المنطقة، المنطقة طبعا هي نفس المنطقة التي استخدم منها الهجوم الصاروخي قبل فترة الشهر الماضي، نفس الهجوم، الهجوم الصاروخي الذي نتحدث عنه هنا هو تم بالفعل بنفس الطريقة الشهر الماضي، ولكنها لم تصب هدفها. وبالتالي الهدف الذي نتحدث عنه هو يأتي بهذا الاتجاه. وبالنسبة إلى كرملس هي تأتي بهذه المنطقة كما تلاحظون. بالنسبة إلى برطلة، هنا برطلة
برطلة، وبرطلة إذا انطلقت منها الصواريخ طبعا التي نتحدث عنها فهي ستصل وستكون المسافة ما يقارب 35 كيلومترا، وبالتالي صواريخ الجراد بحد ذاتها هي تعتبر 40 كيلومترا، وهذا ما يفسر لماذا استخدمت الفصائل المسلحة هذه النقطة، نقطة كرملس التي تبعد ما يقارب 5.3 كيلومترا من برطلة إلى كرملس، واستخدمت هذه المنطقة وبالتالي هي تختصر الطريق، هي تصل إلى 29 كيلومترا صدق أو لا تصدق، وبالتالي تكون أفضل لإصابة هذه المنطقة ب40 كيلومترا، وهذا يفسر الإصابة التي جاءت ولماذا هي جاءت بهذه الدقة، وبالتالي الصواريخ هنا أصبح واضحا من المسافة من العجلة وغيرها بأنها كانت صواريخ جراد التي استخدمت وليست كالصواريخ التي ظهرت في ناحية بعشيقة، صواريخ الكاتيوشا التي كانت موجودة بهذا الشكل كما تحدثنا في منطقة الفاضلية بهذا الاتجاه، وبالتالي هي صواريخ جراد بحتة التي استخدمت في هذه المنطقة. ولكن الهدف وهذه المنشأة النفطية هي تتعرض إلى الكثير من الهجمات الآن، هذا هو يعتبر الهجوم الثاني الذي تتعرض له، هي منشأة لتكرير النفط كما تلاحظون، هذه هي المنشأة التابعة إلى مجموعة كار التي اشتهرت كثيرا في الفترة الأخيرة بسبب الاستهدافات، وهي طبعا تقع إلى غربي أربيل بهذا الاتجاه، هذه هي المنشأة وهذه هي أربيل على مسافة 20 كيلومترا تأتي بهذا الاتجاه، والمنطقة التي استهدفتها هي طبعا هذه المنطقة التي تحدثنا عنها، هي ببساطة كان الاستهداف بهذا الشكل الذي نتحدث عنه. ولكن هذه المنشأة التي نتحدث عنها التي هي طبعا تابعة إلى مجموعة كار التي مديرها التنفيذي طبعا الشيخ باز رؤوف كريم، نفس الرجل الذي استهدف منزله بهذا الشكل في شهر مارس الماضي بالصواريخ البالستية قادمة مباشرة من إيران، وهذا الرجل كما تحدثنا كانت هنالك صواريخ قد جاءت بضربات مباشرة على هذه المنشأة بعد منزله، وبعد ذلك ظهرت لدينا هنا بلقطات قامت القوات الأمنية بضبط سيارتين أو عجلتين كانت فيها طائرتين مسيرتين في بعقوبة هذه الطائرات المسيرة، وبحسب المصدر الأمني الخاص الذي أطلعنا على التفاصيل في حينها وعرضناها بأكملها أكد بأن الطائرات المسيرة بفحص الجي بي اس الخاص بها بأنها كانت متوجهة من أجل التوجه إلى منشأة نفطية موجودة في شمال العراق، ومع الأخذ بهذا الهجوم الصاروخي الذي نتحدث عنه اليوم واضح جدا بأن هذه الطائرات المسيرة ليس مستبعدا بأنها كانت تستهدف نفس هذه المنشأة التي نتحدث عنها، وبالتالي نحن أمام فعلا صراع واضح جدا وهو صراع غاز كبير جدا. كل هذه المشكلة التي نتحدث عنها هي تأتي بعد اتفاق قامت به مجموعة كار مع تركيا في فبراير الماضي من أجل تصدير الغاز ببساطة من إقليم كردستان إلى تركيا ومن ثم مباشرة إلى أوروبا، ولكن إيران واضح جدا بأنها لا تريد لهذه المسألة أن تصل إلى أي طريق وتريد استهدافها بأي شكل من الأشكال، إذا كان بشكل مباشر أو إذا كان عن طريق فصائلها المسلحة، وذلك لأنها تريد أن تبقي على حظوظها في مسائل الغاز إلى العراق، تريد العراق أن يكون دائما محتاجا إلى هذا الغاز بسبب أن الظروف النووية وظروف المفاوضات النووية تبدو صعبة للغاية وتعيش لحظاتها الأخيرة، بل أن إيران الآن بدأت تتحرك وكأن المفاوضات النووية لن تنجح نهائيا، وهذا كان واضحا مما كشفته بلومبرغ الأمريكية بهذا الشكل، كشفت بأن وزير النفط الإيراني توجه إلى فنزويلا وزار فنزويلا وقام وبدأ يوقع العقود النفطية مع فنزويلا المعاقبة أمريكيا، وبالتالي إيران بدأت تتصرف خارج الحدود تماما. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما هو مثير في هذه المسألة، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن الآن استخدم 180 مليون برميل مؤخرا من الاحتياطية الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من أجل السيطرة على الأسعار بسبب ما يجري وبسبب التدخل العسكري لروسيا في أوكرانيا والعقوبات التي فرضت عليها، وبالتالي فقد الكثير من الغاز والطاقة المهمة القادمة من روسيا، وبالتالي هو استخدم هذا الإجراء لأن هنالك الكثير من الدول التي جاءت عكس ما يريد، جاءت عكس الطريق على الرونج سايد مع ما يريده الرئيس الأمريكي جو بايدن، مثل المملكة العربية السعودية ومثل الإمارات العربية المتحدة التي لم تتعاون في هذا الشأن معه، وبالتالي هو مضطر على هذه المسألة، هنالك ضغوط عليه وقالوا له بأن هذا حلا مؤقتا 6 أشهر فقط، مليون برميل لليوم الواحد لتحافظ على الأسعار، وبالتالي الرئيس الأمريكي جو بايدن
هو بحاجة إلى الغاز الإسرائيلي، هو بحاجة إلى الغاز التركي، هو بحاجة إلى الغاز من إقليم كردستان، وصدق أو لا تصدق هو بحاجة أيضا إلى الغاز من إيران. وبالتالي هذا قد يفسر لماذا المفاوضات النووية رغم الصعوبات التي تمر بها من الممكن أن تنجح من أجل إنجاح قضية الغاز، من أجل أن يستمر الضغط على روسيا، ويعتبر نجاحا سياسيا للرجل لأنه وعد بالعودة إلى الاتفاقية النووية، ووعد بإضعاف روسيا بعد تدخلها الواضح في أوكرانيا. ولكن الأنباء تبدو متشائمة، تبدو الأمور سوداوية بحسب رويترز. بالنسبة للمفاوضات النووية، مصادر مطلعة اليوم قالت المسؤولون الغربيون فقدوا الأمل إلى حد كبير في إمكانية إحياء الاتفاق النووي الإيراني. المشكلة بالنسبة للعراق بأننا لسنا فقط في هذا الصراع الذي نتحدث عنه، صراع الغاز، بل إن هنالك صراعا جاء جديدا. الجيش العراقي بدأ يتقدم في سنجار بهذا الشكل كما تلاحظون، وهو يواجه مجاميع يطلق عليها حماية سنجار أو اليبشة بهذا الاتجاه، وكذلك أسايش يزيد خان بهذا الشكل بدأوا يواجهونهم في سنجار. ولكي نوضح، قطاعات الجيش العراقي وهي تقاتل حتى هذه اللحظة هي تسيطر أساسا على قضاء سنجار. هذه المسائل وهذه العمليات العسكرية ومحاولة تطهير المنطقة من اليبشة هي تأتي طبعا ما بعد، وبالمناطق التي تقع خلف جبل سنجار في المناطق الحدودية المحاذية طبعا مع سوريا. وبالتالي محاولة تطهير واضحة جدا من القوات الأمنية العراقية لهذه العصابات التي تعمل خارج إطار الدولة والقانون. واليبشة هي مقربة من البككة طبعا، ونتحدث عن مسألة كبيرة جدا ومهمة، ألا وهي مسألة قضية حزب العمال الكردستاني ويونامي. كما تلاحظون هنا هي أكدت بأن هنالك شعور بالقلق إزاء الاشتباكات التي تجري في هذه القضية في سنجار وما لها من عواقب وخيمة على المدنيين. هنالك بدأت موجة نزوح من هذه المنطقة بسبب الصراع الكبير، وبالتالي نحن أمام أكثر من جبهة تجري في هذه المسألة. والعراق طبعا في أول أيام العيد واضح بأنه يواجه الكثير من التحديات.